فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم المرأة أن تزيل الحناء عند الوضوء الذي يكون على رأسها؟ لا لا، الحناء ما يمنع الماء، الحناء ما يمنع الماء عن الشعر. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل في حال الاغتسال هل يلزم إزالته؟ نعم، في حالة الاغتسال هل يلزم إزالة الحناء؟ السؤال الأول وش عنه؟ الوضوء. الوضوء؟ نعم. إيه، الوضوء والاغتسال سواء، تصب الماء عليها في الاغتسال ويدخل من وراء الحناء، وفي الوضوء تمسح والماء يصل إلى الشعر من وراء الحناء، ما يمنع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.